انت فلاح؟ اه. لا ده شيفروليه. ده شيفروليه؟ ايوه. ازاي يا ده الشيفروليه كبيره؟ مش في سامسونج كبير؟ اه. وفي سامسونج صغير؟ اه. ده شيفروليه الصغيره. دي سمارت يعني؟ ايوه. يا ولاد الذين عاملينها صغيره عشان الزحمه؟ طبعا. عبار يا ما اسمها مصر يا ابني مصر. اه ده انتوا عالم فاضيه بقى، ما وراكوش شغل تقعدوا تقولوا مصر مصر، انما احنا بناكل نص الكلام. يعني احنا مثلا نقول يا احمى يا محمد خو فين يا ابني حرف الدال يا ابني؟ يا دي افهم يا، ما احنا نقول يا احمى وفي الدال افلع على الجيت اشوف اكل عيش. يا سلام. اه. امال انت اسمك ايه؟ محمود. اشمعنى دي قلت فيها الدال؟ يا دي افهم يا، ما انت عشان قريب مني، انت عارف انت لو بعيد شويه هتقول لي يا محمود. صدق انت عيل عاه. انا عيل عاه؟ طب لو راجل كملها عبيط. انا عبيط واهبل وهتتلف بالجزمه. مات. طب اقول لك امشي من هنا يا بدل مقلبك زعاف. انت بتمسك شعري؟ اه امسك شعري. ربنا انا اضربك. ايه ده؟ انت بتضربني؟ اه ايوه اضربك. انا مش هضرب، انا هاذيك في اكل عيشك. لا اهو. لا اهو اضرب كمان وكمان هطلع لك في كل مكان. بس 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 خد خد. تعال تعال يا اسطى دباني. تعال تعال يا اسطى يا اسطى تعال. استنى. ايه مش عارف تسوق؟ تعال يا اسطى هتضيع وقت. يلا يلا يا حبيبي يلا يلا. والله انا مكتوب لي الشقه معاك يا حبيبي. يلا يلا خبرته في امها. بس 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 ماشي يا اولاد اللذين. يلا يلا روح هاكو تحكت. يلا يلا يا حبيبي استنى. يلا يلا هتحكت. ايه ناقصين تعب احنا وفرهضة على الصوت. اجي خد يا حبيبي تعال. ايه اهدى يا ما بجيكت. ايه الطفل السمش ده؟ اهدى. ماشي ماشي. ايه مه 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 معزه واقفه قدامي؟ ماشي ماشي. ايه ماشي. انت طيب يا دم خيمر انت يا الله يخليك. طيب والله بس انا نفسي افهم حاجه. اني وانا طالع وانا نازل بلاقيك قاعد تحت على دكه، انت شغال ايه؟ انا المهندس اللي باني العماره دي. ماشي جدع يا انت بقى اللي عندي بقالك شهر طالع نازل، الناس تقول لك يا بروفيسير يا حلال المشاكل، وكل اللي اعرفه عنك انك جوز فكيها، انما انت شغال ايه؟ سرماطي. جزماجي يعني؟ اه. طب انزل يا جزمه امسح رجلي. انا امسح رجلك انت عبيط؟ ايه دي؟ دي رجلي. دي رجلك؟ امال دي ايه؟ عليا النعمه رجلك انضف من وشك. ايه دي بتضربني على قفايا؟ ايه ده قفاك؟ آه. امال دي ايه؟ لا ليا في القفشات السريعه. عمار يا ما. عمار يا ايه؟ يا ما. لا قول يا مصر بدل امن الدوله ما يخليك تكملها. مش احنا مش في وقت ضحك ده. إيه انت يا هشام بتسرق؟ ايه يا هشام؟ واد يا هشام انت عبيط، انت هتعمل لنا فيها هشام الحرامي ايه؟ اموال مش هنقول. انت اصلا شرماتي اصلا ما هتعرف تعمل حاجه. اموال بس 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 هو ده هشام اللي بتشتمه مش ده اللي عم تمدح فيه؟ انا اشتمه بمزاجي بس هو في الحل وفي المشاكل بيحل. خلي بالك انا صدرته في خمس مشاكل حلهم لي. ده يحل مشاكل؟ ده بيقول نص الكلام. يا عم انا بدخله في نص المشكله. طب بص يا عم البروفيسير، قول يا احنا عندنا مشكل دلوقتي. قولها. في عربيتين طقشوا ببعض قفلوا لنا باب العماره. اه. ونجم الحادثه دي الست الاموره دي. اه. بس انت ايه رايك في المشكل دي؟ بص رايي بكل بساطه يا محدش خد باله ان العربيه الثانيه ممكن يكون راكبها بني ادم مثلا مش جن.
انت بتتكلم فس. انا قلت لك ده اول دفعته محو اميه ما حصدقتنيش. ايوه بيتكلم صح. تعال نشوف. تعال نشوف ياك بسرعه. يا داهيه ايه ده؟ يلا بينا جدعان يلا بينا. ده مغمى عليه، ده اوفر دوش، شكله شرب ياما قوي. لا يكون مات، شكله مات. والله ما قتلتوش، ما عملتش حاجه. انت عبيط يا ما، يمكن عايش. صح يمكن عايش، امال ايه المشاعر الفياضه دي؟ لا لا هو اكيد عايش، لان انا شفت صدره طالع نار. لا يبقى بيلعب ضغط، عايش عايش. يبقى بكره عنده بطن. كنت على قد. تعال هنا يا، تعال. عايز ايه يا عم؟ تعال هنا يا، يلا روح انده الاسعاف. طب ما اتصل بيهم بدل المشوره وغلاوه امك وشها. يا ابني في الشارع اللي ورانا يا. متضايق ولا؟ طب اقول لك خد شريط الترامادول ده ياثر عليك المشوار. احلى مسا عليك يا وشها، في ثواني الاسعاف تكون عندك. يلا احلى مسا يا وشها. ماشي. بقول لك إيه؟ ما تخليني اعمل اي حاجه واديني شريط عمرو دياب الجديد. شفت الايام؟ لا والله انا سمعت، اللي يسمع غير اللي يشوف. طب اقول لك على حاجه، خد دي طلعها الفاكهه فوق. يا سلام عز الطلب، جاي لك يا فاكهه. كده كله مشي، ما فضلش غير البت بهانه دي. امشيها ازاي يا مشاها بهانه؟ ايوه تعالي 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 يا بهانه بسرعه يا بيه. تعال. نعم. روحي هاتي شاي مليجي اللي بيروح ويجي. عندي دو. عندك دو؟ اه بتعجزيني. طب روحي هاتي حشيش افغاني. عندي دو. افغاني؟ ايوه. معايش بفره. عندي دو. انت فاتحه دولاب؟ اعمل لك ايه؟ ايه يا بنت في ايه؟ طب اقول لك على حاجه. ايه؟ عارفه جوزك مخمر ده؟ ايوه. بيخونك. مخمر بيخونني؟ اه. مع مين؟ مع مراد. وانت عارف؟ اه ما الاتنين زومبي اصلا ما يتخافش منهم. انا هعمل لهم ايه؟ يعني مفيش في قلبك نحراره يا بيه؟ ايه دي؟ ايه؟ ايه دي يا بيه؟ ما خدتيش بالك من الجرح العميق دي؟ ده جرح عميق؟ اه جرح عميق، ده عايش شاش وقطن ومخرخره. ده؟ اه ومش بعيد كمان نسفرها تتعالج في لندن. يلا يا بنت روحي بسرعه، روحي هات شاش وقطن ومخرخره. مين هيحاسبني؟ انا هحاسبك يا اخي. ماشي. عندي دو. اهلا وسهلا، اهلا بيكي. اهلا بيك. اهلا اهلا، لا حول ولا قوه الا بالله. اسم حضرتك ايه؟ انا فاطمه كردي. محمود الجحش. عندي غيط قصب ومعزتين وجاكيت شتوي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. طب بقول لك ايه، انت شكلك بنت ناس يعني وطيبه، انت ايه اللي خلاكي تخشي شارعنا عكسي وتعملي حادثه؟ بصراحه؟ اه انا كنت بكلم في الموبايل. اه وبعدين كنت بكلم واحده صاحبتي. ياه. وهي كان عيد ميلادها. كل سنه وهي طيبه. فبعدين قالوا لي يا فاطمه. ايوه. طفي معانا الشمع يا فاطمه. اسمعي كلامهم يا فاطمه. لسه اهو. ايوه. العربيه ولعت. حرام عليك، انا لسه ولد ما تفتحش عينيا. طب بقول لك ايه يا فاطمه؟ ايه؟ واللي يحل لك الموضوع ده يعني تعملي له ايه؟ هعمل له كل اللي هو عاوزه. كل اللي هو عاوزه؟ كله. طب اقول لك عيد الحادثه تاني بس اخد دفعه. انا كنت بكلم في التليفون. اه كنت بكلم واحده صاحبتي. ايوه. كان عيد ميلادها. كل سنه وهي طيبه. وبعدين قالوا لي يا فاطمه. ايوه. ما تطفي معانا الشمع يا فاطمه. ايوه. لسه اهو. في العربيه ولعت. عمار يا ما. طب بقول لك ايه يا بت فاطمه؟ انت دخلت قلبي على فكره. ثانيه واحده. كده يبقى دخلت الشارع صح ودخلت قلب. ميرسي قوي، ربنا يخليك. عمار يا ما. الحاجه هي يا استاذ محمود، القطن والشاش والمكركرو. ايه يا بت كل ده يا بنت؟ كبرت الموضوع. واقول لك على حاجه، بتتمسح بالايد عادي اهي. وده عامل فيه ايه؟ دخل ايه دو. اش محمود، انا رحت للاسعاف قالوا لي مش ولا من هنا ولا غرفه، ده احنا رايحين مشوار مع المطاف. بذمتك انت رحت الاسعاف؟ لا انا وصلت لغايه رمسيس وما قدرتش اكمل. جدع يا جدع يا استاذ محمود. يا استاذ تعال يا مخيمر تعال. وديت اللي اكل لمرتك والاربع رجاله اللي عندي اخذوه. ربنا يسترها على الاربع رجاله دول، والله بترعب من فاكهه دي. صح عندك حق. ايه ده يا ده الراجل اللي في العربية التانية بسرعة يا لهوي. يلا بينا يلا.
يلا بينا يلا 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 يا حبيبي يلا 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 يلا. ايه ده جاي يعمل حادثة ولا يعمل كليب ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا حبيبي؟ ايه ده يا باشا؟ ايه النشاط المفاجئ اللي الواحد فيه ده؟ ايه ده؟ حاسس بنشاط؟ اه والله العظيم انا حاسس ان وزنك زاد بعد الحادثة. ايه ده؟ حادثة؟ اه العربية يا نهار اسود. الله يخرب بيت. ايه ده يا انت كنت راكب ده؟ انا كنت راكب عربية انما دي بقت بوستر. تعالى تعالى اهدى 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 معلش. لا حول ولا قوة الا بالله. معلش كويس انها جت في الساق. انا معيش فلوس اجيب عربية تاني. معلش يا رب. لا حول ولا قوة لا اله الا الله. انت ولو حبيبت نام حبة نام. طب ما حدش يهمدني. ماشي ما حدش يهمدني. ايوه عشان عبيط يا لا انا عارف الحركات دي كويس. ده انا بهديك يا حبيبي. طب يا جدعان ما حدش يزرزروا بقى يا جدعان. ها ما حدش يزرزروا فيه يا باشا. فيه يا راي عادي كله في الشنيش. اهم حاجه الصحه. فيه ايه ده الواد ده طيب قوي. الله يبارك لك. انت ايه الطيبه اللي انت فيها دي؟ الله يبارك لك يا استاذ. هياكلوك. ما لا انشف. حاضر. بص شنبه عامل ازاي؟ ما بيرحمش ده والله العظيم. خلاص انشف كده. اهدى بس اهدى. انت مالك فيه ايه؟ اهدى ايه؟ مصاب في عربيه يا جدعان. طب تعالى تعالى مصاب في عربيه. طب اعمل ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ده ما تحطش في دماغك خالص. يا رب يا رب. محدش يهمدني. تمام على ابو شكلك في الارض. يا تحد يكلمك يا انا فاهم الحركات دي. فاهم الحركات اهو ايه اهو. تمام عشان بعرف اعمل الشغل ده كويس. طب يا جدعان بعد اذنكم ما حدش يزرزروا يا جدعان. باشا في ايه يابا؟ في ايه؟ نص رغيف كده ايه وهيبقى عيش وتمول. ليه؟ عشان يبقى عيش وتمول بينا وبين بعضينا يا عم. في ايه؟ وعيشك وتمولك ما قادر اكل حاجه. انا مخي ساح والله العظيم من الحادثه دي اقسم بالله. يا عم اهدى حرام عليك. في ايه؟ اهدى ايه؟ ما انا مخبوط في عربيه. اعمل لكم ايه؟ في ايه؟ ايه يا عم؟ ما لازم تعمل حادثه. مش راكب عربيه وانت لابس الخوذه. آه. ايه؟ عمال يفرهدنا ومسكين. حرام عليك جنداوي يا مفتري. يا عم يستاهل. ده انت مفتري. ايه عمال يعمل لي كده؟ وبعدين بتضرب في الفضيه. طب اضرب في المليان. والله العظيم ده وجعتنا انا. خلاص معلش 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 بس اهدى. معلش يا حبيبي. ايه ده عشان مش ناقصين فرهدنا. والله يا عم بجد. لا حسابنا بعد العرض. معلش جت جامدة. ايه لا تمام والله متى. ايه ايه يا عم ايه يا عم يا ابني ايه ايه يا بابا؟ ايه ده انت بتفتري عليا انا بس؟ ما هو رزعك بتاع انت بس بتاع مين اللي كان سايق العربية دي؟ الزفتة دي الزفتة دي. معقولة هيبتدوا البوفيه دلوقتي؟ تفتكر يعني هيفتحوا البوفيه بدري كده النهارده؟ غريبة والله العظيم. انت كنت شاربة يا بنت عشان تعملي حادثة زي دي؟ احترم نفسك واتكلم عدل يا جماعة. بليز حد يطلب البوليس. لا لا بس بس خلاص. في ايه؟ مفيش رجالة في المنطقة ولا؟ تعالى يلا هنا. تعالى واهدى كده. وانت بصي طلعها عند الست فاكهة يا بهان. وديها فين؟ وديها عند فاكهة وأمرنا إلى الله. ماشي يلا بسرعة. تعالي يا أخت. بس تعالى ريح انت يا باشا. تعالى ريح. مش قادر يا جماعه. اتفضل اتفضل. لا حول ولا قوه الا بالله. اهدى 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 في الكرسي اهو. انت كده بتوسخه يا متخلف. معلش وحشني والله. اهدى اتفضل. عامل ايه؟ وجعتك جامد؟ الحمد لله. تغفر الله العظيم يا رب بكل ذنب عظيم. كل يوم الميه تقطع. كل يوم الميه تقطع. دي حاجة يا جدع تجن الجن وتعفرط العفاريت وتحنكش الحنكيش. والله كذب اللي انت بتقوله. ايه الكلام ده؟ ما انا عايز اقول لك اهو. آه. انا عايز دلوقتي اروح الكوبانية المية عشان ابلغ. عايز احلق دقني وعايز استحمى وعايز اروح الشغل. خلاص روح الكوبانية وهم يحلوها. ما انا يا ابني بقالي 7 سنين ما استحميتش حرام.